منوعة من حيث الألحان وشباب. ونرحب أيضا بالشاب الموالي. مساء الخير. مساء الخير. الأخ، الفقرة يعني الأغنية اللي راح تشارك بها، ما هو عنوانها؟ بغيت نشارك أغنية ديني معك للأستاذ عبد الوهاب الدكاري. عن الأغنية مغاربية، لماذا اخترت الطابع المغاربي بالذات؟ لأني الصوت تاعي ينطبق على صوت المطرب، الأغنية المغربية، وعلى صوت المطرب عبد الوهاب الدكاري. Thank you.
جبنا تكونك زينه.